السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. عقدت شركة ريلمي اليوم مؤتمر أعلنت فيه على الريلمي واتش اس الجديدة التي سبق وتكلمنا عليها في فيديو سابق، ستجدون الرابط في أول كومنت. كما أعلنت الشركة على الريلمي 7 5G، جهاز يأتينا بمواصفات قوية جدا، تقريبا أرخص جهاز 5G. سنتعرف على مواصفاته وعلى السعر الذي ينزل به. وقبل أن نبدأ، لا تنسى الإعجاب بالفيديو بالنقر على الزر لايك، واشترك بالقناة لتكون متابع لآخر الأخبار والتطورات التكنولوجية أولا بأول. وبداية مع الشاشة، يأتينا الريلمي 7 5G مع شاشة من نوع IPS LCD، تأتينا بحجم 6.5 إنش وبنسبة استحواذ 83.7%. الشاشة تأتينا مع ريفرش ريت 120 هرتز، كذلك تأتينا محمية بطبقة حماية كورنينج غوريلا جلاس، كما تأتينا مع بانش هول ديسبلاي، ثقب للكاميرا الأمامية. بما أن الشاشة هنا من نوع IPS LCD، فالبصمة لا نجدها على الشاشة، البصمة تأتينا على الجنب الأيمن. في الظهر نجد مستطيل فيه 4 كاميرات خلفية وفلاش LED. الكاميرا الأساسية تأتينا بدقة 48 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f1.8. الكاميرا الثانية كاميرا ألترا وايد لتصوير الزاوية الواسعة، تأتينا بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f2.3. الكاميرا الثالثة كاميرا ماكرو لتصوير الأشياء من قرب، تأتينا بدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f2.4. أما الكاميرا الرابعة فهي كاميرا ديبث سنسور، تأتينا بدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f2.4. بالنسبة لكاميرات السيلفي، الريلمي 7 5G يأتينا مع كاميرا أمامية فقط، تأتينا بدقة 16 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f2.1. بغض النظر على الأرقام، الكاميرا تعطينا نتائج نهائية ممتازة جدا أصدقائي. كما رأيتم الصور المأخوذة بالجهاز سواء بالكاميرا الأمامية أو بالكاميرات الخلفية. فيما يخص المعالج، يأتينا الريلمي 7 5G مع معالج من نوع ميديا تيك دايماسيتي 800 يو 5G بتقنية 7 نانومتر. هذا المعالج يدعم الـ 5G، كما يعطينا أقوى أداء لتجربة الألعاب وغيرها مثل التنقل بين التطبيقات. يعني الجهاز سيكون سلس للغاية، لن تواجه معه أي مشكلة، معالج قوي جدا، من الجيد أن نجده في هذه الفئة السعرية. الجهاز أيضا يأتينا مع أندرويد 10 وواجهة ريلمي الريلمي UI 1.0. بطارية عملاقة يأتينا معها الجهاز بحجم 5000 ملي أمبير، كما يدعم الشحن السريع بسرعة 30 واط. الشاحن الذي يأتينا في العلبة، مما سيمكن من شحن الجهاز من 0 إلى 100% في حوالي 65 دقيقة. وسيتوفر الريلمي 7 5G أصدقائي بنسختين. النسخة الأولى تأتينا مع 128 جيجا للمساحة الداخلية و 6 جيجا للرام، أما النسخة الثانية فتأتينا مع 128 جيجا للمساحة الداخلية و 8 جيجا للرام. كذلك الجهاز يدعم مدخل للـ SD كارد. الجهاز يأتينا مع USB Type-C، البصمة كما قلنا نجدها على الجنب. يأتينا مع لاود سبيكرز عادية ويدعم مدخل 3.5 ملي للهيدفون جاك. وسيتوفر الريلمي 7 5G بلون فقط، هذا الذي ترونه في الشاشة الآن تحت اسم البالتيك بلو. ويبدأ سعر الريلمي 7 5G مع النسخة الأقل، نسخة 6 جيجا رام و 128 جيجا للمساحة الداخلية، من 279 يورو، ما يعادل 300 دولار. كما أن هذه النسخة ستكون متوفرة بتخفيض بنسبة 50 يورو، ما يعادل 70 دولار على أمازون ويب سايت في هذه الأيام بمناسبة البلاك فرايدي. يعني الجهاز سيتوفر بسعر 229 يورو،
فعلا سعر مغري جدا على كل ما يقدمه الجهاز من مواصفات قوية جدا، يعني شاشة كبيرة يدعم الـ5G، معالج قوي جدا يأتينا معه، يأتينا مع 4 كاميرات خلفية وكاميرا أمامية بدقة عالية وصور نهائية مميزة للغاية، يأتينا مع بطارية عملاقة USB Type-C ويدعم الشحن السريع، يعني تقريبا هذا الجهاز لا ينقصه أي شيء على أجهزة تأتينا بأضعاف سعره. أصدقائي، وصلنا إلى ختام الفيديو، أتمنى أنكم استفدتم وأن الفيديو أعجبكم، وفي النهاية لا تنسوا الإعجاب بالفيديو بالنقر على الزر لايك سبسكرايب وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء وشكرا.